نتأسفوا يعني بكل يعني مع المرارة نلاحظوا أبناء جلدتنا يقومون بحرق الغابات، يعني يخربون بيوتهم بأنفسهم مع الأسف. دوزان سوندي البارح والول البارح طفات المحمية المدنية والغابات وكل المصالح اللي دخلت بما في أفراد الجيش بما فيها المواطنين المشكورين اللي راهم معنا بما فيها، لكن مع الأسف تطفي هنا وهو عاد يحرق جهة أخرى. أنا نتأسف يعني وعن مرارة رانا نقولوا فيها، بني جلدتنا يقومون بما يقومون به من تخريب، أشياء غريبة جدا يعني صراحة، يعني أشياء مؤسفة. الجماعة اللي رانا هنا يعني مشكورين على كل حال، الإمكانية اللي موجودة مسخرة بوكو بلوس أو موايا أومان أو ماتريال، تو المون دي موبيليزي. البارح يعني لا بارتي أون كروند بارتي دي موايان دو لا ولاية، رحنا ثاني فير لا ولاية عين دفلة. الله نتمنى إن شاء الله يبصرنا بالعيوب تاعنا ونوضعوا حد لهذه الامور، والقانون ياخذ مجراه يعني على كلنا، القانون ياخذ مجراه.